بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا اليوم نتكلم بها عن توزيع مهم وهو Exponential Distribution، أحد التوزيعات المستمرة Continuous Distribution أو BDF Distribution اللي إلى تطبيقات واسعة في مجال الزمن والانتظار، وأيضا في مجال البروسيس وال الزمن بين وصولين في حالة البواسون. تطبيقات كثيرة جدا أيضا في هذا المجال، إلا أنه سنتكلم هذا اليوم عن علاقة الـ Exponential Distribution بالجاما فاميلي، بالجاما ديستريبيوشن، وكيف أن الـ Exponential Distribution هو حالة خاصة من الجاما ديستريبيوشن. بدءا ننطلق من العلاقة بين الجاما فونكشن اللي تكلمنا عليه في محاضرات سابقة، اللي هي دالة رياضية وليست دالة توزيع احتمالي، وشلون نتوصل منها إلى توزيع الجاما ديستريبيوشن اللي هو توزيع بي دي اف، توزيع احتمالي، ومن ثم انه نتعرف على ان الاكسبوننشال كيف يكون كحالة خاصة من توزيع الجاما. اذا بدءا ننطلق من جاما الفا equal to من 0 to infinity، تعريفه رياضي، الواي اس الفا minus 1 في اي اس minus y دي 1. الان بفرض ان ليت الواي يساوي اكس على دي، ذلك يؤدي إلى أنه الدي واي سيكون مساويا إلى دي اكس هو المشتقة والبيتا ثابت. نعوض بدالة الجاما على جاما ألفا equal to من 0 to infinity الواي اس ألفا ماينس 1، أعوض عنها بإكس على بيتا اس ألفا ماينس 1، أي بما تساويه بما فرضناه أنه الواي يساوي إكس على بيتا، ونعوض عنها بدل الواي، والإي أس ماينس واي ستصبح إي أس ماينس إكس على بيتا، والنتيجة الدي واي هو عبارة عن الدي إكس على الدي بي بيتا. أيضا نستطيع كتابة بعد ترتيب الحدود وفصل بعض الحدود من زيرو infinity. استطيع ان اكتب واحد على بالنسبة فيما يخص البيتا، بيتا اس الفا ماينس واحد مضروبة في البيتا اللي جايتني، سوري انه هذه ليست مشتقة لان البيتا لا ليست ثابت، فهذه تعتبر فقط على بيتا، فمضروبة في هذا المقدار اللي نقصد بها دي اكس على بيتا، نسحب على بيتا الواحد على بيتا، فراح يصير عندي واحد على بيتا، والمتبقي عندي هو اكس اس الفا ماينس واحد في اي اس ماينس اكس على بيتا دي اكس. خلينا نشوف هذا المقدار ايش راح يساوي لنا بعدهم ايضا بعد ما نرتب الحدود. اذا الخلاصة اللي وصلنا لها بعد التجميع ايضا جاما الفا هتكون مساوية الى من 0 to infinity، حصلنا على 1 على بيتا اس الفا ماينس 1 ومضروبة في 1 على بيتا، النتيجة راح تصير عندي بيتا اس الفا في اكس اس الفا ماينس 1 في اي اس ماينس اكس على بيتا دي اكس. اذا نشوف الجزء الايمن هو عبارة عن دالة تكاملها يساوي لي جاما الفا، والجاما الفا هنا عندي انا الالفا دائما اكبر من الصفر، ومثل ما برهنا في المحاضرة السابقة ان الجاما الفا ايضا ستكون هي اكبر من في حالة الجاما، سوري في حالة الجاما اكبر من صفر، وفي حالة الجاما اف الفا اكبر من واحد، ذلك يؤدي يعني اكبر من اثنين بالذات، ذلك يؤدي الى انه جاما
ألفا ستكون أكبر من واحد. إذا كانت الجاما ألفا أكبر من واحد فإحنا ما نستطيع أن نضمن أنه تكامل هذه الدالة هو راح يساوي لنا واحد، اللي هي بحالة خاصة لما تكون اثنين ولما تكون واحد الألفا فقط راح يكون نتيجة تكاملها واحد. إذا بالنتيجة هذه ليست بصورة عامة بي دي اف، حتى حولها إلى بي دي اف نقسم الطرفين على جاما ألفا، نقسم الجانب الأيمن والجانب الأيسر من المعادلة السابقة معادلة التكامل على جاما ألفا. جاما ألفا over جاما ألفا equal to واحد على جاما ألفا مضروبة في تكامل واحد على بيتا أس ألفا x أس ألفا ماينس واحد في e أس ماينس x على بيتا دي x. الطرف الأيسر سوالي واحد، وأيضا أجمع بعض حتى أشابهها بدالة معروفة لدي وهي الجاما، راح تصبح عندي جاما ألفا أدخلها داخل حدود التكامل لين أخرجها وأدخلها، هي ما متأثرة بالتكامل، فنفس الشيء تكون عندي بيتا أس ألفا إكس أس ألفا ماينس واحد في إي أس ماينس إكس على بيتا دي إكس. فبالتالي بما أنه المتغير إكس هو أكبر من صفر، يعني من صفر تو إنفينيتي، وبالتالي التكامل لكافة حدود فترة المتغير إكس الثاني واحد، ثبتت بأنه هذه الدالة هي دالة بي دي اف. إذا استنتجنا بأنه دالة توزيع الجاما نحصلها من إذا النتيجة النهائية دالة توزيع الجاما الاف اوف اكس الفا 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 وبيتا راح تكون عندي مساوية إلى واحد على جاما ألفا اللي حصلتها بالنتيجة النهائية بيتا أس ألفا إكس أس ألفا ماينس وان في إي أس ماينس إكس على بيتا، وهذا يتطلب الإكس هذا يتطلب على بيتا، هذا يتطلب عندي الإكس أكبر من صفر والألفا أكبر من صفر والبيتا أكبر من صفر، هنا صفر أذر وايز صفر أذر وايز. إذن هذا الشكل هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن جاما فونكشن دالة أو جاما سوري جاما ديستريبيوشن اللي هو بي دي اف، أثبتناه في محاضرات سابقة وجدنا البروبرتيز من هذا التوزيع. الآن لنفترض أيضا لنفترض أنه الألفا اف ألفا إيكوال تو ون، إذا كان عندي الألفا يساوي لنا واحد، يعني ذلك كأنه إكس تتوزع جاما أثبتناها الآن جاما with ماذا؟ with ألفا 1 والبيتا هي بيتا. الآن إذا الـ f of x ألفا وبيتا إيش راح تكون مساوية عندي؟ واحد على جاما 1 في بيتا أس 1 x أس 1 ماينس 1 في e أس ماينس x على بيتا. الآن جاما 1 أثبتنا في محاضرة سابقة أنه يساوي لي 1، والبيتا أس 1 معلوم راح يبقى عندي بيتا. الX أس 1 ماينس 1 يعني الX أس 0، الX أس 0 أي كمية مرفوعة الكمية 0 راح يكون عندي 1، إذا اللي تبقى عندي 1 على بيتا في E أس ماينس X على بيتا. النتيجة النهائية الF of x وبيتا لأنه بقى عندي بارامتر واحد فقط، واحد على بيتا في e أس ماينس x على بيتا، والx أكبر من الصفر والبيتا أيضا أكبر من الصفر طبعا هذا، وهذا الصفر أبر وايز اللي هي الآن عندما الألفا يساوي لنا واحد فإن توزيع الجاما سيتحول إلى توزيع الإكسبونينشال ديستريبيوشن. إذا x هنا في الحالة ستتوزع exponential exponential with parameter بيتا، وبالنتيجة نكون حصلنا على توزيع ال exponential distribution من الجاما distribution by suppose that alpha equal to 1
أي عندما نعوض بالألفا سالنا 1 سنحصل أو سيتحول التوزيع من جاما ديستريبيوشن إلى إكسبونينشال ديستريبيوشن. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. إلى اللقاء.